جون 2018 بيبر 2 بيقول لي A sense of the circuit. طبعا لازم تكون عارف يا جماعة ان ده electric bell، ده جرس، وده يا جماعة حاجة اسمها thermistor، حساس للهيت، حساس للtemperature. بيقول لي What is the purpose of the circuit? It allows a lamp to be made dimmer or brighter as required. يعني بتخليني اظلم، اخلي اللمبة تبقى dimmer or brighter. هي فين اللمبة اصلا؟ To amplify the sound، فين الميكروفون؟ To light a lamp in the dark، فين اللمبة وفين حساس اللايت وفين الكلام ده كله؟ To sound a bell، ايوه البيل اهو، when the temperature rise، ايوه ده حساس التمبرتشر. اذا الاجابه يا جماعه ببساطه هتكون ايه؟ الفقره دي. اذا بس هو كل موضوع انك لازم تكون عارف السيمبلز.